قبل جهزوا لي عبد الله الجنيبي في كونف شروق، ما جاء على الجو، الظروف، الإجازة اللي جت، رمضان أو برنامج واقعي يعني يجي في رمضان مثلا بالطريقة هاي يمتد 3 شهور، يمكن ظروف تعرض لها عبد الله الجنيبي مما أدت إلى تأخره في إبراز مواهبه، إبراز شيء عنده، إبراز رسائل عنده. أنا أعتقد أن الوقت هذا مناسب. شفنا له مقطع هو يعلق تعليق جهز المقطع يا جماعة، مقطع عبد الله عطنا 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 مقطع عبد الله. ترى ما خلصت الحلقه وانت علينا انطلاقه هذا الشوط، الشوط الاول ابرز الاشواط واقواها، اول مره اعلق على شوط الخيول. الله يا عز ناصر المري، من يقدم لنا عز، عز يا عز، عز العزيزة دار الابطال، يا ذكريات مع هذا الاسم. الله الله الله، وصل شجاع شجاع شجاع، زياد بن شري وصل، ابو خالد يقدم الاسم الاقوى. اوه يا اهل الكويت، وصلوا اهالي دولة الكويت، يقدم الاسم الاقوى. والله مبدع يا جماعة، والله ابو عنزي يعني ترى معلومة يمكن الأغلب ما يدري عنها، أن عبد الله في المجال هذا من قبل يدخل القناة. والله وليش تونا ندري في يوم 54؟ لا لا، عبد الله كان يعني قال لي هو بنفسه قال لي إنه في المجال هذا هو يعني يقدم في مهرجانات الإبل عندهم في عمان، وبهذه الطريقة يعني معلق مبدع ومتميز، وما هي بغريبة على عبد الله. عبد الله ما شاء الله الحضور متميز عنده، كاريزما جميلة جدا، نبرة الصوت زي ما انت شايف الحين، يعني استخدامه للمفردات، تمكنه من التعليق أثناء التعليق يعني على مسمى معين زي ما شفت قبل شوي، يعني يمد في الكلمة شوي، يمد في بعض الكلمات، التكنيكات هذه إيه بالضبط، تكنيكات التعليق هذه اللي فعلا تبين وتثبت أن عبد الله عنده موهبة جميلة جدا وموهبة متمكن منها تمكن تام. عبد الله يمكن يعني جاء البرنامج كان جديد عليه، انا اتوقع عبد الله ما كان متابع للبرامج الواقعيه، بدا يفهم البرنامج، خروجه في العيد انا اشوفه بالعكس فاده اكثر من انه عاد ترتيب اوراقه. بالضبط، عبد الله بعد ما رجع من الاجازه صار افضل من قبل، يمكن رمضان اثر عليه انا ما ادري، لكن عبد الله الايام هذه افضل من الايام اللي قبلها بواجد، فارق واجد، وشيء احنا ملاحظينه. نعم عبد الله الجنيبي. ابو حمود ايش تقول في عبد الله الجنيبي؟ عبد الله الجنيبي يا اخواني، جمهورنا الغالي محب هذه الشاشه، تعرفون وكما عودتكم اني انا لا اتكلم الا بمصدر موثوق. طيب مصدري هو من اخوان عبد الله الجنيبي واصدقائه، يقولون الاتي: عبد الله الجنيبي من يوم دخل برنامج مراجل الى اليوم، إلى اليوم 54 لم يظهر من حقيقة عبد الله الجنيبي إلا 30%، وهناك 70% لم تظهر إلى الآن. عبد الله الجنيبي وش تنتظر؟ وش تنتظر يا عبد الله الجنيبي؟ اليوم 54، أخوانك أخوياك أصدقائك أخوياك الخاصين يقولون عبد الله الجنيبي اللي على الشاشة الآن ليس عبد الله الجنيبي حنا نعرفه، هناك 70% ما زالت مخفية. وش تنتظر يا مسلم؟ وش تنتظر؟ يوم اول الابداع ما طلع الا في هذا المقطع، ليه؟ عطوه 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 ابو حمود عبد الله الجنيبي، عطوه يعني جيبوا لي عبد الله الجنيبي بالله يا اخوان، يعني ما منطقي الشيء ذا، موجود عبد الله الجنيبي؟ عطوه عطوه، موجود عبد الله في الكوفي شروم، عطونا عبد الله يا جماعه، عطوه ابو حمود. يا مرحبا يا مرحبا، مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير قصدي جميع. يا مرحبا يا عبد الله، صباح الخير. يا مرحبا والله يا ابو حمود والربع جميع. وشلونك عساك طيب؟ والله ابشرك طيبين، نشكر الله، ايش حالكم؟ الله يعافيك ويسلمك. عشان ابين كلمتي للجمهور حقيقه، اخوانك واخوياك يقولون اللي يظهر عبد الله الجنيبي على الشاشه الى اليوم 30% وباقي 70% لم تظهر، حقيقه ولا لا؟ شوف من ناحيه اول شيء يقول ايه ولا لا؟ حقيقه نعم. ليه طيب؟ لان اخواني يمكن يعرفون في الاعلام وايد، يعرفون ان المسافه طويله 3 شهور، لازم توزع لياقتك في ذي البرنامج. طيب ممتاز، انت توزع لياقتك. طيب انت في هنا سياسه اسمها البرايم، البرايم هذا الله لا يقوله ولا يسمع مني، لو زحلط فيه عبد الله الجنيبي وين راحت السياسه هذه اللي هي توزيع؟
لا توزع من اليوم 54 منصات. اذا طلع عبد الله ابراهيم منصات الاعلام فاتحه وبتشوفونه وبشركم عبد الله بتشوفونه هنا هو برا. شوف يا عبد الله، منصه الاعلام خاصه فيك انت، انت الان على شاشه يتابعها الجميع، هل الافضل انك تطلع عبر منصتك بس ولا عبر شاشه الجماهير؟ لا عبر شاشه صانعه الجماهير. بالعكس، هذه الشاشه والله استفدنا من الشيء الكثير وكسبنا من الشيء الكثير يعلم الله. طيب عبد الله الجنيبي، بما انك قريت انه ما طلع الا 70% هو ان اول ابداعاتك ظهر من امس وجاي. شوف انا عندي مداخله ابو حمود ابغى اتكلم فيه. تفضل يا عبد الله. انا طال عمرك اخطط، الحين طال عمرك انتم ايتوني فتحتوا لي باب روحكم واني بناقشكم فيه. طيب واني ناقشت الاداره فيه. انا طال عمرك مرتب فعاليه حلو ومخسر سيوف حلو ورموز وجوائز تمام وتعب عليهن تمام وبقدم فعاليته بصوره طيبه متاس اللي هي انقل كيف عالم سباقات الهجن. عالم سباقات الهجن للمتعه والاثاره والتحدي والمنافسه والتجاره، فهذه العالم عالم سباقات هجن، ما يسمى بس سباقات هجن فقط. طيب فجيت الاداره فقلت لهم يا الربع انا فقرتي وفعاليتي كذا كذا كذا، ابرز عن واتكلم عن سباقات الهجن حلو، وعندي شوط سيف حلو وبعلق هذا الفعاليه، بثبت فيه اني معلق وبثبت فيه اني مقدم. طيب وبثبت فيه اني شاعر. طيب وبثبت فيه انقل هذه الماروث. ايش ردت عليك الاداره؟ وصلت الاداره قالت يا عبد الله لا. ليه؟ لان هذه فقره عليا. ممتاز، ابشر بالحل بس ولا يضيق خاطرك ولا تزعل ولا باد خاطر يا ابو حمود. قالوا لي هذه فقرة عليان، قلت لهم خلاص اني جاي هني اتبع قرار برنامج. ممتاز، ما دام اني فقرة عليان فعبد الله بيفكر بحل ثاني، فالحين اني افكر بحل ثاني. لا 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 تفكر بحل ثاني، الحل عندي، الحل عندي وانا ابو هندي يا حبيبي. تدري وش الحل؟ والله يا ابو محمود وش الحل؟ بسيطة، قالوا الحل في فقرة عليان، اطلب مقابلة المقدم المتميز متعب عليان بن متعب. يا عليان سلام عليكم، أنا عندي فعالية عاليتها 1 2 3 لو تكرمت بقدم فقرتك. بيقول حياك الله، بيقول حياك الله. كلمت الإدارة قالوا لي بتقدم الفقرة لكن بدون ما تقدم جوائز. قدم الجوائز. شوف لحظة يا أبو حمود، إني إيه؟ إذا بقدم فعالية أبغى أقدم فعالية كاملة، ما أقدم طيب فعالية. طيب أنت هل تكلمت مع عليان؟ عليان لا خلاص، عليان تكلم مع الإدارة ما تكلم مع عليان. عليان مقدم يروح اسمه جاكيت حياة. أنا سعيد بالإنجازات اللي قاعد تسويها، أنا بسعى وإخواني النقاد أن حنا نكلم لك الإدارة ونكلم لك متعب ما اسمه عليان أنك تقوم من فقرة كاملة في فقرة عليان وتروين إبداعاتك مع تسليم الجوائز على خشمي. وش بعد؟ بيض الله وجوهكم، ما طلبت شيء، هذه فعالية وانتهينا منها. حنا نبغى وش توعدنا في غيرها قدم الأيام؟ أبشروا بالله يصير خواطركم إن شاء الله. 70 بتعطينا إياها؟ ها 70% بتعطينا اياها؟ ابشروا ابشروا اقول لكم مره ابشروا، مالكم غير اللي يرضيكم. عادي عادي عليكم زود. صباح الخير يا عبد الله. يا مرحبا والله يا ابو مناحي. شلونك؟ والله طيب اشكر الله. اولا قبل لا نسيب الكلام، ترى يا جماعه الفكره اللي قالها عبد الله الجنيبي هو يعتبر راعي في فقره عليا. مثل الراعي. ليش؟ في اشخاص او شركات او براندات ترعى فقره او ترعى برنامج او ترعى الى اخره. العلي الجنيبي وش يقول؟ يقول انا حاب اقدم هدايا، حاب اني ازيد ما اوصل رساله عن اهل الهجن واتكلم عن عالم الهجن اللي الكثير يجهله. نعم. لكل مهم جهلا لان الهجن يجهلونها العرب، لا، المجالات كثيره الان، فيه الرياضه الكوره، فيه المزاين، فيه ركوب الخيل، فيه لكل مجال جمهور، لكل مجال جمهوره. الجنيبي يقول انا عندي ثقافه من الهجن، راح اوصل رساله للجمهور واتكلم عن الهجن وسباقات الهجن وراح اقدم هدايا. طيب حنا كأعضاء مجلس الإدارة والله ما ندري إلا الآن إنك تواصل مع الإدارة وكذا، ولكن في رفض الإدارة عن الهدايا ربما عندها وجهة نظر، هي ما أدري وش هي إلى الآن، ولكن عندنا
ولكن احنا بنشوف وش وجهة نظرهم في رفضهم. ولا موقف كذا دليل على انك راعي للفقرة اللي هي فقرة عليا المتعب. طيب هذا بخصوص اللي انت مقدمه اللي انت تكلمت فيه. حلو. لا يا اخوي بعدين لا غرابة الشيء ذا عليكم انتم يا اهل عمان خاصة. الله يطول انتم العمل. داعمين للموروث ما عليك زور. العربي بشكل عام هجن ابل خيل الى اخره شيء يفيد موروث العرب. تلقى اهل عمان اول من يبادر اول من يشارك اول يا اخي تحيه والله يا سلطان يا ابو مناعم والله تحيه يا سلطان عمان الله يطول عمرك والله وخير ما يمثلهم الاجنبي ما بعد. اما بخصوص تواجد علي الجنيبي يا جماعه انا بشرحها لكم مبسطه. تواجد مين؟ عبد الله الجنيبي. اي انا بشرح له وللمتسابقين وللجمهور. هم الان في القريه عباره انهم في يخت متكفل به الشيخ ابراهيم الحسين. اليخت هذا يعوم في المحيط. المحيط طول الاسبوع ما يكون هادي، فيه البحر وفيه الموج، ارتفاع في الامواج، انخفاض. كل يوم سبت اليخت هذا يوصل الى السيف، ينزل شخص، ينزل شخص من هذا اليخت. فلازم اني خلال الاسبوع هذا اثبت وجودي في هذا اليخت. لازم استمتع في هذا اليخت. واضح؟ انتم واضح. عبارة انكم في يخت المحيط مو بهادي كل يوم. انتم في المحيط هذا على مدار الاسبوع. المحيط مو بهادي في الاسبوع كله. لازم يجي في عواصف، لازم يجي في رياح. صحيح. لازم يعني عيشوا اللحظات هذه افراحكم واحزانكم عشان اذا وصلتوا ما تندمون. عشان اذا وصل اليخت للسيف يا سلام ونزل الشخص ما تندم لا ما عليك اليخت على طراز عالي. فنتمنى من عبد الله الجنيبي اللي خلفه جمهور وخلفه داعمين وخلفه اشخاص غالين علينا وعلى الشاشة على المملكة اخواننا الأعمال، يعني نتمنى منك يا عبد الله الجنيبي اظهار ما لديك. ابشروا اظهار ما لديك. ابشر اول شيء بيض الله وياك يا ابو مناحي على الكلام الطيب. وقول للجمهور وكل من وراء عبد الله الجنيبي ابشروا بس سعد ان شاء الله انكم تبشرون بالخير. وابشروا كفو تبشر بالخير عبد الله. شكرا لك يا عبد الله، نتمنى لك التوفيق، استمر في التصاعد يا نجم. طيب تعليق أخير على المحور الأخير اللي هو سلطان دغيم، ملاحظة كبيرة.